وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن تولينا إسلام المرء حديثا كل ألمي ستورا تولينا إسلامنا إرتجات الراج تولينا إسلامنا إرتجات الراج من حسن تولينا إسلامنا المرء إرتجات الراج تولينا إسلامنا إرتجات الراج مالين تركه لكسون إرتجاه تركه لكسون إرتجاه ما لا يعنيه وان إسا هيا جبنه يوكا وان إسا همبانه تسمبانه تسلال تسيا جبنه آية أكان جلنين دوبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ما الجلين نمه من حسن إسلام المرء تولين إسلامنا إرتجات الراج تركه دلقون إرتجاه لكسون إرتجاه ما لا يعنيه وهاني سياتيزني حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا نمني وان تنكي رانكم